انا اسف يا انسه نبيله اللي اتاخرت عليكي، اصل كان عندي محاضره سنه ثالثه ولسه مخلصها، ويا دوبك لسه ما قلعتش البط ولا السماعه. ما تاخذنيش، انا ما كنتش جاي. انا كنت زعلت قوي، اصل امبارح حصلت خناقه بين شويه فتوات وبلطجيه. هو انت وش خناقات يا يسري؟ لا وش ولا ظهر، واحد زي دكتور في كليه الطب مركزه الاجتماعي والعلمي ما يسمحلوش، انما كنت مضطر. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ كنت انا واتنين صحابي قاعدين بناخد الافتر نوم تي بتاعنا، مدحت وعصفور، هبعرفك بيهم بعدين. ها وبعدين؟ وبعدين زي ما تقولي كان مين اللي مع نبيله ده؟ ده الدكتور يسري عبد العظيم، اتعرفت عليه من مده بس معجبه بيه قوي. دي معجبه بيه وبس، دي بتموت فيه. هلو هلو اهلا يا دكتور. اهلا يا فندم، اهلا اهلا وسهلا. اهلا 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 اهلا. دكتور يسري كان بيحكي لي على خناقه حصلت. قشطه يا اخواتي قشطه. ها كمل يا دكتور. العصفور اتعور في بطنه، مدحت اتضرب في مناخيره، والباقيين اللي عينيه راحت، واللي رجله اتكسرت. وانت ما جربش حاجه؟ لا هو ده انا دكتور، هو انا فاضي اتعور. المهم بقيت انا اعالج والعصابه تعور، اعالج والعصابه تعور، وابعت على الاسعاف. راح في الحكايه دي 25. ياه كل ده ما جربش حاجه؟ يجرالي حاجه ازاي؟ ده انا دكتور. انت دكتور في ايه؟ ليه انت بتشتكي من حاجه؟ ايوه معدتي. هو انا وداني مش بسمع بيها كويس، وانا هنا جنب قلبي. انا بقى بتاع كله، هكشف عليكم واحدة واحدة. فوت اللبس، اتفضلوا اتفضلوا ياسري. انا دكتور بقى. الله، انت ليه مش عايز تكمل دراستك وتخش الجامعة؟ اصلا مستقصديني. هما مين دول؟ بلاش حاجة تفرع بقى يا مدحت. طب انا مستعد اخش الجامعة، بس على شرط يقبلوني في الفنون الجميلة عشان ابقى معاكي. يا ريت. وعلى شرط كمان يقبلوني في سنة رابعة على طول عشان اقعد جنبك. ومش هيوافقوا طبعا. شفتي؟ مش بقولك مستقصديني؟ والله ما انا مكمل. اركب. نفسي اتعرف بسيادة اللواء باشا. بابي؟ طبعا طبعا، انا هعزمك مرة عشان نيجي تشرب معايا القهوة. قهوة لا، اصل انا اشرب ازوزة انا. لحمار! شفتي؟ مفيش حد في مصر ما يعرفنيش. من البيت القديم ده الاقيه بيتفائل بيه من يوم ما كان ملازم تاني. وانا بتفائل بيكي من يوم ما دفعتيلي حق سندوتش الفول علشان ما كانش معايا فك. قلت البنت دي عندها مبدا، وانا احترم كل واحد صاحب مبلغ.